Shekley, Bali, Pax. جماعة طبعا الحين راح نترك الفندق، استمتعنا بالرحلة أنا والربع هني. طبعا رحلتنا هذه الثانية كنا بفلورا، الرحلة الأولى رحنا وين؟ رحنا تيرانا. هاي سيارتنا، يلا اطلع عبد الله. المفروض كنا نروح مدينة ثالثة اسمها ساندرا على ما أعتقد، ساندرا ساندرا. ما عندنا وقت، راح نروح المطار. المفروض إن نقعد في الديرة أقل شيء 10 أيام. ها؟ ساندرا فيها شلال وفيها جزيرة، من أجمل المدائن، من أجمل المدن. لكن طيح الله حظ اللي خرجكم من المدارس. من أجمل المدائن. طالع الغزال اللي يتمشى حوالينك وانت قاعد تمشى تلعب وياه عادي، توكله وانت قاعد تاكل. المكان هذا طبعا من الاماكن السياحيه اللي يهتمون بالغزال، كل ما تمشي خطوتين تشوف غزال. بس انا الحين ما شفت ولا غزال. وين الغزال يا حبيبي؟ كان بل هذا واحد تونا داشين، هذا واحد على الراحه. لا سلولي سلولي عبد الله ودس. ما شاء الله كيف سنت عبد الله. شوف راح ينحاش جيب عبد الله. ما يبي، مشبعينه مشبعينه ما يبي. ها لا هذا مو حمام، يحب الحمام. اقول اقول يا مصطفى، ايه؟ تحب الحمام؟ لا ما بطيئه، ما بيطيئه. شو؟ ما بيطيئه، ما بيطيئه. شو قلت لك؟ هذا الكبير اللي نخلينا لانه هذا عادي. هذا وحشي يا جماعه قالوا. عبد الله قد يعطيه اكل. هذا مال بابا نويل.
المفروض ياكل من ايدينا يا جماعه. شي شو يلقط ايش بيخلي؟ لا انا شوف قطع على شوف في واحدة ثانية هنا. ناصر في واحدة ثانية هناك توني شايفها غير غزالة. ها كاكا هذيك هذيك عسى الله الحيوانات الحلوة زينكم. لا لا كم شعير يا كم تبن. لا والله رهيبات ما شاء الله، بس شوهم وشاكلونهم قراطيس. شنو هي الأمور جماعة؟ الفلل هذه أتوقع أنها تتأجر بالساعات. خلي عيالك هنا يلعبون بالحديقة يمهم غزلان تبارك الله. شوف ما شاء الله هذا غزولي صغير، شوف لي هالشي ياكلونه ما شاء الله. شوف شباب شو صبيان قاعدين يلعبون بيب عيال هنا إن شاء الله. أنا منظر جميل جميل جميل، شنو أحلى من كذي؟ ها يا هلو هلو انت يا شنو يا اهل العود. شرح مكان شرح عبد الله. اه عبد الله this rent for hour or day day اه you stay here sleep. ايش دعوه؟ حلو بموضوع يا اخواننا هذا طلع فندق، ها يعني تخيلوا فندق عائلي تجيب عيالك تقدرون يلعبون. بعدين لو تلاحظون فندق نظامه شوي كلاسيكي، البلياردو موجوده ها والبيبي فوت والتنس الطاوله، هذا المسبح مالهم وهذا الغرف. انا اشوفهم من الفنادق المميزه، الناس اللي تحب الحدايق وتحب عزكم الله الحيوانات اختار هذا الفندق. اطلالته جميله وعلى الحديقة دايركتلي وعلى الجبل. هذه الحديقة من هني قبل شوي كنت فيها اتمشى، كان فيها غزلان، وطبعا الحديقة كلها غزلان ما في غير غزلان. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
ولد العب. اسمع من هو إليه نعود. طب يعني KFC ومطار. ها واضحة. انتهى. دان انتهى. قول انتهى. دان خلاص. أي واحدة سبايسي اكل اللي تبي حبيبي. لا لا. ها هي. وتونا واصلين مطار الكويت بالسلامة من بعد ألبانيا. هلا الصور. شو الوضع؟ تعال. شو الوضع؟ والله صراحة يعني سفرة حلوة وديرة حلوة. ما راح تكون بس هذا راح تتكرر مره ثانيه واحلى شيء ان نواف قاعد هناك يستكشف لنا عشان تصدقون ان نواف داس بنزين وخلانا وقاعد مدد اسبوع لان الديره ولا غلطه ولا ايش رايك انت؟ صح كلامك وايد 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 كانت حلوه والناس راقيه دوله غير اصلا ختامها مسك حياتي من عوده البانيا.